الحياة كلها مطبات، ولو واجهت مطب كبير وصعب راح تبحث عن شخص واعي وحكيم يعطيك من خبرته. مهيمية تم تيجي تقعد مكاني انت وتجاوب احسن. ابتسامة عريضة يطبطب عليك. نخبة من المستشارين عندهم حلول عملية لكل أسئلتك، راح يحاولون يساعدونك في كل مشكلة أو هم تعبك. على أقدر في استشارة بقول لكم إيه، استشيروني. أهلا بكم في استشارتي المشاهير. يلا وش عندنا الحين؟ وش عندنا؟ أنا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. إيه؟ قلت أنا كده. أنت مش بغبغان، أنت عصفورة؟ طب ما أنا عارفة، بس ما فيش أغاني العصفورة. عصفور طل من الشباك؟ لا يا حبيبي، دي مش طبقتي أساساً، هتطلع صوتي وحش. بقولك إيه، هو ده اللي عندي، ما تقعدش بقى تتنططلي وتزهقني. ها؟ اقعد بقى هنا. يا اهلا وسهلا مع استشارات المشاهير، ونرحب فيكم ونشوف اليوم اسئله حلقتنا. يا سلام، انا استانس لما الناس تطلب استشارتي في اسئله جميله، بس في بعض الاسئله شو تشير عليهم؟ بروحك انت مبتلش ومبتلي. بتاخذ يوم هات نجرب هيدا لشوف. نيه؟ ايه؟ لا كثير كتير، بس انه بالاخير الواحد بيشوف. لا لا، انا بعدني شباب، بعدني طيب. انا جاي البرنامج ده عشان استعمله. ونبدا. رولا، انا زوجي يشخر كثير وهو نايم. لا حول ولا قوه، أخليه ينام بالصالون أو أخليه يستأجر بيت لحاله؟ لأنه الصالون قريب من الغرفة. أنت خايفة تسمعي برضو من الصالون؟ لا، ابعدي عن أقرب منطقة، شغلي الجي بي إس، شوفي أبعد منطقة وحطي حبيبتي جوزك فيها. حسب النغمة. أيوة بالضبط، يعني إذا طويلة أو إذا بيقطش وعم بيشخر مزعجة كتير، إذا هيك من سيابية معلش ممكن نخليه بالصالون يعني. اوكي انا ما راح علق على الموضوع. لا يا حبيبتي رولا، خليه يروح يتزوج واحده ثانيه ويقعد في البيت الثاني يشخر ويجيك بالنهار، هذا اللي عاجبك. خليه يستاجر بيت لحاله. لا عشان يروح يتزوج ويحط على راسها مره. انا برايي تتركي يا امي، ايش في؟ انا اقول لك حل احلى، اتطلق اتطلق، مفيش حل يا رولا. رولا من البحرين، اتطلق. ولا هي ممكن عادي عادي، حطي لها كمام او عالجي. لا يا رولا، نامي قبله. في ستيكر هون بيحطوها هيك تفتح الاكسجين مثلا. في تجربه. ايه. كانه بتعرفي حدا بشخير. لا كانه انت فتحت حالك. وين الحب يا رولا؟ وين الحب؟ وين انا شوخر وانا نايم؟ ايه وايد يعني على حسب. على حسب، بس تعودت انا على هالسمفوني. عادي. الله الله، على شنو؟ على هالسمفوني. يا نزل لي موسيقى مخرج. ما يشخر، شوف لك حلول اخرى. اما يطلع برا ينام في الصاله ويروح بيت ثاني. صاحي انت، انه في حريم ثانيين يحبون الشخير. أنا كل مشاكلي تنحل بالأكل، وأنا كمان. كملي. ده حبيبي، ده مندي غدا من السعودية، حبيبتي يا غيدة. نكمل بقى كده بنفسي مفتوحة، يعني شوفوا الناس اللي بتفهم، شوفوا بداية استفتاح الكلام كده، خلاص تحس كده إن إحنا بقينا حاجة واحدة. كملي، لأن المشكلة تجيب الهم وتجيب الغم. أول ما أكل أنسى المشكلة، تنصحوني أكمل طريقتي بحل؟ طبعاً، هي جيك بس السؤال. طبعاً يا حبيبة قلبي، مفيش حل تاني. يا لهوي، طب أنا أحكي لك عن نفسي. والله العظيم مرة حليت في امتحان زفت وروحت مكتئبة، هسقط خلاص مفيش حل. جبت لنفسي 7 آيس كريم أكافئ نفسي، أمال يعني أنا والدنيا والامتحان عليا؟ إبستو. مش بتتحل المشكلة؟ خلاص أول ما تبدأي كلي وتتحل المشكلة، بعد كده تلاقي مشكلة كبيرة قوي بقى، ربنا هيحلها لك إن شاء الله. يعني رافجي الأكل وأنت عندك مشاكل، بس لا تاكلين، قاعدة يسولفي وياك قبل لا تاكلين، اشكيلة همك. أكلي فاكهة زينة مفيدة، خضرة مفيدة. تريد
هالمرقة وهذا طقيها كليها والله مو تنسين مشكلتك تنسين عمرك. لا صراحة افتحت شهيتي عليكن مرة. خذ راحتك خليها التم مفتوح حلي مشاكلك. لا يا غادة شوفي عاد نمزح ونضحك لكن الأكل يعني هو حلو ونعمة من الله والواحد يستمتع فيه كلنا أصلاً صارت هالأيام أحلى متعة في الحياة الأكل. لكن أنك أنت عشان تزعلي تاكلي وحتاكلي وحتاكلي حتجيكي أمراض حتصيري مو زعلانة حتصيري مريضة. فكري في هالشي وخففي أكل. لما تزعلي خذي نصيحة مني أنا أسويها أروح أركض أعمل سبور. يعني أنا ما بقول لك كلام أنا ما أعمله أنا أعمل كده وصدقيني تطلعي من النادي تحسي مهيبرة ومبسوطة وتاكلي ذيك الساعة صح. صحة وعافية كده. غازي من مصر. أنا عندي زميل بالعمل مستغل طيبتي. يا طيب يغيب ويطلع من العمل ويخليني أغطي على غيابه وأخلق له أعذار وأنا طفشت. إيش العمل؟ أنت اللي حطيت نفسك هالمجال. ترى ممكن تتعرض لمساءلة قانونية وتوهق أمرك. بالضبط وعادي يقطك على صخر. إحنا نقولها عادي باكر يقول أنا مالي شغل. يا عم الناس أصحابي يا غازي خليك لذيذ. العمل إنك تقول له في وجهه بقول لك إيه تعال يا باشا أقعد هنا وما حأعمل دي الحركة مرة ثانية لأنه مسختها. خدها بالمزح عشان لا ياخد الموضوع سيريس. والله يا غازي الواحد يعمل كده مع أصحابه مرة اتنين لكن أكتر من كده يبقى استغلال. وإنت لو وافقت إن حد يستغلك يبقى أنت شريك زيه في الجريمة. فيا غازي أرفض 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 تمام؟ أنا برأيي مرة ما تغطي مرة واحدة بتكفي. صح بعد فترة وقل له نبهه مرتين وقل له أنا المرة الجاية أنا تارك. صحيح. بعتقد بتربى مزبوط. طيب هاي خليه يعمل شغله يعني بالأخير. بيع الزمالة فتن عليه. ولا هي ممكن اسمع كلامي بلغ عنه بلا زمالة بلا بطيخ. لا تصير طيب وايد. أنا قلت تنطق على دماغك. لا صلتي. ولما نرجع لكم بعد الفاصل لسؤال. شكلك عاملة بلاوي انت يا شهد ومش عايزة ماما تشوفها. تقدمي عليها بخطوة دائما. Go ahead. كيف هتعرفي تزبطيها صح ولا ايه؟ بطلها العادي. هاي ما يبلها استشارة هاي يبلها طبيب نفسي. ريح بالك ما في آلية ولا شيء. يديني ربع راحة بالك ومشاكلك. مشكلة بس من مشاكلك مش عايزة اكتر من كده. مسختها ولا شيء من اللي قاعد اقول انا حيصير بس شو اسوي هذا اللي عندي. شوف الأسئلة. يلا يلا. ما هي نصيحتك لشخص يبلغ من العمر 18 عام سواء شاب أو فتاة رهف من الكويت؟ 18 يا نصيبتي. عمركم 18 سنة يعني بداية الحياة يعني بداية الالتزام وعدم الكذب والثقة بالأهل. لا تطلع عن استشارة مهما يكون خبرتهم كبيرة في الحياة ومعناته استشير واخذ القرار. فكر في مستقبلك كويس وصلاتك لا تفرط فيها صلاتك. حافظ على شبابك دي نصيحتي. حافظ على حيويتك. نام بدري لا تشرب سوفت درينك برجر وقفه بلاي ستيشن انساه العب رياضة اسمع كلام أمك وبوك يعني على قد ما تقدر الله يخليك يعني. ها ايش اقول له بعد عمره 18 احنا يوم كان عمرنا 18 كنا شياطين مو هذه المشكله احنا لما نكبر نقعد ندق باللي تحتنا يعني اهدأ الحين الوضع مو مثل قبل بعد اركد وركدي ما تستعجليش في اي حاجه انبسطي بعمرك انبسطي بكل ساعه بكل دقيقه راح تكوني منيحه مستقبلك راح يكون حلو وثقي بروحك وثقي بقلبك وثقي بعقلك والحياة حلوة. Go ahead. ولا شيء من اللي قاعد أقول أنا حيصير بس شو أسوي هذا اللي عندي. تمام
بيقول بحب كتير أشتري وأقدم هدايا لأصحابي وأهلي، بس عندي مشكلة إني ما بحب تلقى هدايا إلي أنا. ممكن في تفسير لحالتي؟ منح أو منح. أيوة أيوة، من العطاء. من العطاء. من العطاء. اوكي. أدرك ونصيبك. أنت مخلوق راجل كريم طبعاً وظريف مع الناس. ودي أنا أماشيك. أحلى رجل. والله أنت ما تكلف على حد. أنا أتشرف بمعرفتك. الحقيقة الحالة اللي أنت تمر فيها نفس الحالة اللي قاعد أمر فيها أنا. أنا ما أبغى أحد يجيب لي هدية عشان أضطر أشتري له هدية. فأنت ضال زي ما ودك تطر تطر. نفسي حد يجيب لي هدايا وأنا ما أردها لهوش. إذا جاب لك واحد هدية أرفضها. أرفضها. أي هدية جتك ما تبي أحولها الحين حنراسلك حنا الكنترول ونقول لك عنواني حول لي أنا. في أحد ما يحب الهدايا؟ يعني في مثل عندنا شي يقول أنا غنية وأحب الهدية. أنا كنت فترة كذا أحس بخجل لما أحد يعطيني هدية أقول وبعدين بكرة يقول لي أبغى شيء ولا لا. بالعكس، إذا التبادل الهدايا حلو. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول تهادوا تحابوا. أنت كده نشوف السؤال ده يا باشا من الإمارات. يلا نحكي مع أهل الإمارات، وش هالرمسة نرمس معاهم. أنا أحب أعد النجوم قبل النوم. ظهر يزيد ينام فوق السطح. يبعد ما يكون نجوم بالغرفة. هل في آلية أعد بدون لخبطة؟ وانت عايز تعد النجوم ليا يزيد؟ يزيد خيي فيك شيء؟ لا جد ولا هي ممكن منو بيجيب لك آلة تعد النجوم؟ رحم والديك. مصدق ولا دغش مار؟ هاي ما يبلها استشارة، هاي يبلها طبيب نفسي. يعني معقول أحد يرسل هالأسئلة؟ ريح بالك ما في آلية ولا شيء. وأنا أقول لك كلمة تعد وتتلخبط رد عيد من أول جديد. بعدين اسمع أنا من راحي يعني عشان ما تتوه في الأرقام هذا، نقلك نجمة واحدة وقعد عد فيها، هي نفسها. قول واحد اثنين ثلاثة، هي نفسها. تلاقي نفسها ما تحركت من مكانها. هي فاضي يا زيد، والله فاضي. طلع بالكاميرا، هي كاميرا بطل هالعادة. يا عيني عليك، أنا برأيي تنام وتغمض عينك وتتعوذ من إبليس وتقرأ المعوذات وتنام. إيه اللي تعد النجوم؟ إهجي يا شيماء، إهجي 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 رجل ده سؤال. إهجي إهجي يلا نشوف الاستشارة اللي بعدها. نشوف الاستشارة اللي بعدها. قال لك عد النجوم. والنعمة أنت فاضي، والنعمة أنت فاضي. يديني ربع راحة بالك ومشاكلك. مشكلة بس من مشاكلك، مش عايز أكتر من كده. مشكلة من مشاكلك. شكرك خاطر، سلام. يلا يلا بقولك عندي شغل، سلام. لا لا والله مشغول، أرد على الناس وأعطيهم نصائح أبو الهش القاتلة. شاهد من البحرين تقول أمي بعيدة كل البعد عن تكنولوجيا، وفجأة صارت مصرة على أنها تتعلم كيف تستعمل الهواتف الذكية، سناب شات على تويتر على كذا. ترى عندي والله ما أعرف لها وايد، بس أشغل وأطفي وأطالع مسجات أصور سناب بس شيء. شكلها حابة تتدخل بخصوصياتي، أعلمها ولا لا؟ شكلك عاملة بلاوي أنت يا شهد، ومش عايزة ماما تشوفها. لا يا شهد، لا يا حبيبتي، اوعي تغلطي غلطتي. أنا اتفضحت يا شهد، ماما نزلت على الفيسبوك صورتي وأنا بعتها لها وأنا صحية من النوم وحالتي سيئة جدا، وكنت بس بطمنها عليا بقول لها ماما حبيبتي أنا في البيت أهو النهاردة مش في الشغل. فاوعي يا شهد، ابعدوا الموبايلات عن أهليكم. ليه شهد؟ ليه حاسة إنه أمك صايرة CIA عليكي؟ لا يا حبيبتي، هي ممكن تبغى تتعلم لأنه العصر مواكبه كذا. قصبا عليك تعلمين أمك. لا تتدخل بخصوصياتك. مالها شغل أمك، تبي تعيش مع العالم خليها. بعدين أنا أتوقع أمك ما هي كبيرة بالعمر. علميها بس تعليم نصكم، تقدمي عليها بخطوة دائما. رح تضلي سابقتيها بخطوة. علميها. علميها بالعكس، يعني كمان حتندمي إذا ما علمتيها، لأنه هذا شيء جديد بالحياة. بس هي خايفة إنه تصير تقدر تفتح لها موبايلها. ما قد ما علمتها ما رح تقدر. في بلوكات بتعملي، بتحطي رقم سري يعني. رح تضلي ثابت. عندك حلول، عندك حلول. يعني شو بتسوي يعني؟ الله أكبر يعني. بتصير هاكر؟ خليها تتعلم، يمكن تلها عنك وأنت تابعيها. يلا يلا سوي كذا.
وبعدين قطعي النت على امك. اكيد هتعرفي تظبطيها صح ولا ايه؟ هقول لك ازاي؟ انت عارفه كل حاجه. فاسمعي كلام امك يا شاهد. ونبدا بالاسئله الثانيه. ولما نرجع لكم بعد الفاصل. محسن لا تكمل الزواج هذا. سوبر جلو. انا قاعد اشوف واعاني من الجمال اللي انا فيه. هذا ان دل اصلا يدل على رقي. شغل شيبان كذا، شغل عجايز مدروس. ولازم تقول له يعني 9 سنين واخر شيء خانه، شو بدي اعمل له؟ دقيقه ما حكمل السؤال. الشاي صار لي ساعة اطلب شاي. خلاص موجود الشاي، خلاص موجود موجود من غير سكر. نشوف الأسئلة. يلا على الأسئلة. بعد صداقة 9 سنوات والكثير من الأسرار المشتركة، للأسف صديقي خانني واليوم راجع يعتذر. هذه عنوان أغنية. صاحبي خانني واليوم راجع يعتذر. هل ممكن ترجع هالثقة مرة ثانية ولا لا؟ لا يا حبيبي. اللي عنده صديق لازم يتحمل، خصوصا صداقات الفترات الطويلة. إذا أنت تبغى يرجع في حياتك حتخليه وحتقدر، لكن إذا أنت ما تبغى حتطلع أعذار كثير عشان ما يرجع. فحاول، يستاهل الموضوع، الصداقة حلوة. يعني 9 سنين وآخر شيء خانه، شو بدي أعمل له؟ إذا لك مصلحة معاه يعني بتبي منه شيء يسامح ورجع الثقة وبس، كذا كذا لحد ما تخلص مصلحتك. أما حكاية أنه هذا مش عارف، لا أنسى أنسى أنسى. هذا أشكل برا حياتك تماما، طلعوا برا حياتك. بدك تواجهه وتقول له الحقيقة وخلص، هاي العلاقة انتهت يعني. أنا بسامح كمان، بصير كمان فكرة، بعطي فرصة واحدة بس كمان. أوكي يعني بسامح بس ما بنسى. أكيد مستحيل تنسي. مستحيل. بص يا معلم، لو الأسرار في الهيافة والصحوبية ومش عارف إيه ماشي عديها له، ولكن لو سر بمعنى سر وهو كشفه يعني ما أعتقدش إنها تبقى فيه ثقة زي الأول. يعني حطه في إيه، في 25% بس. بس لا ترجع الثقة 100%، خلي عندك خط عودة. خلى دفترك مسكر وقول له اللي هو شايفه بس، لا تقول له أي سر. فخلي أسرارك لنفسك. ثقة ما ممكن ترد مثل الأول. بالضبط، لأنه يقول لك احذر عدوك مرة وصديقك 1000 مرة. يعني هو صديقك ولا حبيبك؟ يعني هو الصديق ممكن يخون؟ أنا مش عارفة الصديق هيخون يعمل إيه. شكلي أنا هنكت، مش فاهمة بصراحة السؤال. أعتقد أن الموضوع الاستفسارات بقى بيدخلنا في مواضيع لذيذة جداً، والحقيقة وأنا حبيت الموضوع. يعني ما في غيره، هو عندك 50 واحد مكان في حياتك، ايش المشكله يعني؟ نيكست. كنت مخطوبه لشاب وما انكتب لخطوبتنا تستمر. يلا احسن. دقيقه ما حكمل السؤال. بس امه وامي صاروا صديقات ومصرين يزوروا بعض دائما، وانا حاسه اني حابه ابعد عنهم. مين معه الحق، انا ولا والدي؟ الصراحة وبدون زعل اسمحي لي فيها، يعني أمها أنت الغلطانة. يعني بنتك انخطبت وتركت، يعني تدخل العيلة كلها، يعني مرة صعب، إحراج للبنت. أنا برأيي تخففي، وحتى لو تبغي تشوفيها للأم روحي لها أنت، بس لا تخليها تجي. يعني ما في غيرها، صادقي غيرها يا أختي عشان خاطر بنتك. لا أنت موضوعك شيء وموضوع ماما شيء. يعني الخطبة لو ما صارت إذا ناس طيبين، مو معنى إن ما وافقنا أو ما صارت أو والله كتب إن هذه الناس سيئة أو نبعد عنهم، لا 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 بالعكس. هذا إن دل أصلاً يدل على رقي. بالضبط. يعني هالوالدتين الراقيتين في نضجهم وتفكيرهم وثقافتهم، المفروض يعني ترفعين راسك بأمك. والله يا حبيبتي سيبوهم مع بعضيهم. الماما حقك والماما حقه قاعد يسوون فيلم بس على نار هادية، شغل شيبان كذا، شغل عجايز مدروس.
عايزاهم يفشكلوا ومتضايقه ان هم اصحاب اتجوزي. لو انت وجوزك او خطيبك اتجوزتوا مامتك ومامته هيبعدوا عن بعض، لكن هم بقوا اصحاب عشان انتوا فشكلتوا. اسمعي مني، عايزاهم يبعدوا اتجوزوا. بس ترى ماما ذكيه ترى، الله يخليها ذكيه. هي كده تضاد وتناقض وتباعد، حاجه مش فاهماها انا شخصيا. محسن من السعودية، أنا أصلع ما فيها شيء، يوم الشوفة كنت لابس شماغ. أوكي أوكي، بعد الملكة لما زرت خطيبتي بدون شماغ انصدمت والموضوع أثر فيني، هل المفروض أني أطنش أو أفاتحها بالموضوع؟ نعتذر لجميع اخواتنا القرع، دي حاجه مش في ايديكم، انتوا زي الفل. سوبر جلو شماغه وخليه خبي الصلعه ده فتحها بالموضوع. وانت بطنك مفتوحه، ده انت اصلع يعني عادي، الصلع ده في وقار كده، اوعى تكسب. بالعكس في جمال في الصلع. شكرا. ادري ادري أنا قاعد أشوف وأعاني من هالجمال اللي أنا فيه. بتتعود، هي أول لحظة أول دقيقتين ثلاثة بتكون في صدمة، بس بعد شوي بصير تشوفك حلو. المهم اللي جوا، المهم اللي جوا واللي جوا. فاتحة بالموضوع ولا تطنش، وإذا هي قابلة فيك كإنسان كرجل والنعم فيك ترى تقبلك، مو لو أصلا لو ما عندك أذاني بعد. ولازم تقول لها، يمكن هي حتقول لك لا أنا ما توقعت وأبغى أتركك مثلاً، فلازم تقول لها. والله يعني ممكن تروح تزرع أسهل، يعني ولا تفتحها ولا يتفتحك عشان ده موضوع شائك وممكن يجيب مشاكل، وإحنا مش عايزين مشاكل. أنا ممكن هديتي ليك بمناسبة زواجكم زراعة الشعر، وحيناً هينزل لكم دلوقتي إعلان الدكتور عشان أنا باخد نسبة. محسن لا تكمل الزواج هذا، لا تكمل، نصيحة هتكمل. خلصنا حلقتنا بسرعة. ايه سيفيني، باي باي، اشوفكم الحلقة الجاية.